اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا في الغربال كل المردود الصحفي اللي معاه فريق الاهلي استحق كل هذا التقدير من مختلف الاقلام الصحفيه، لكن كمان مجلس الاداره زي ما اشار الاستاذ عصام السباعي برئاسه الكابتن محمود الخطيب استحق هذا التقدير على هذا الجهد الكبير. قلت لكم من شويه انه كابتن الخطيب بمجرد ما رجع امبارح النهارده جه النادي، دي الجوله بتاعه رئيس النادي في مدينه نصر، بيتفقد ومعاه المهندس محمد سراج عضو مجلس الاداره والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي والمهندس سامح علي كامل والعميد احمد النحاس والعميد محمود حزين منشات الاهلي في مدينه نصر، هذا الفرع الكبير جدا للنادي الاهلي في مدينه نصر. الجوله يا باشمهندس تفقد مشروع الجراج اللي هيكون جاهز خلال اقل من 6 شهور ان شاء الله لخدمه اعضاء النادي في هذه المنطقه المهمه، الملاعب الجديده، سور النادي، مجمع حمامات السباحه، المجمع الاولمبي، وكل مكونات الملف الانشائي في مدينه نصر. يعني مدينه نصر قد شهدت تطوير رائع 7 نجوم. استكمال المشاريع بقى هيخليك فعلا ازاء نادي في حته ثانيه، عنده كل الامكانيات. طبعا الورده او الكريزه الكبيره الجراج اللي تحت الارض. لكن انا شايف ان يعني حتى وجود المهندس سراج، ما هو مسؤول يعني انشائي، خبراته انشائيه، ده شغله يعني. وصديقك العزيز جمال جبر كمان كان في المشهد ده، كده هنا بقى الشيخ زايد اتنقلنا نقله تانية. بص يا جماعه، عشان الناس لما بتتكلم اللي هو الفيشاوي النادي الفلاني عمل النادي العلاني عمل، النادي الاهلي شغال على 4 مقرات، 4 انديه كبيره في توقيت واحد بخطه انشائيه متصله في كل الفروع لخدمه اعضاء النادي، وما يخدم اعضاء النادي صدقوني بشكل مباشر يخدم الجماهير، تعظيم موارد النادي، ترسيخ استقرار النادي، كله هياتي بالمزيد من الانجازات الكرويه والرياضيه اللي بتسعد الجماهير. يعني مجهود يعني محمود ويشكر عليه محمود. فالحقيقه يعني الاعضاء يستحقوا هذا المجهود واكثر منه، ولكن الدنيا ماشيه كما خطط لها. ماشيه كما خطط لها. ده كان تطمين اعضاء وجماهير الاهلي على مسيره الانشاءات وعلى حرص رئيس النادي الاهلي على تفقد المزيد من الخريطه الانشائيه الكبيره والعملاقه الحقيقه اللي في كل الفروع.